هواي نزلت فيديوهات على اليوتيوب على انستغرام انه هاي الجراء شنو، اللي يكتب جيرمان اللي يكتب دوبرمان اللي يكتب روت، اكثر من الناس كتبت روت وايلر. اليوم راح نعرف شنو هاي الجراء، راح نتعرف على شنو هاي الفصيله، راح اشوفكم الام. بس لا تصدمون اذا تشاهدني اول مره، انا اسمي توفيق، شوفكم بعد الانترو. طبعا الناس اللي شافتهم اللي يقول روت واللي يقول دوبر واللي يقول جيرمان، اليوم راح تعرفون شنو هذول. استحيتين تعرفون شنو فصيلته؟ واحد اثنين ثلاثة. يا جماعة يورك شاير، يورك شاير. هاي الأم طبعا هاي مزينها لأسباب طبية، الدكتور قلنا هنا لازم نقول زينها. هاي الأم هخليكم صورتها، من شعرها طويل كلش حلوة طبعا. إذا أنت مشترك في القناة لا تنسانا باللايك، وإذا أنت جديد على القناة لا تنسى تشترك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. حياتي لكم، مع السلامة.